يتميز قرد اللنجور الذهبي بلونه الذهبي الفاتح مع كساء أغمق على الصدر والخواصر. يلاحظ اختلاف اللون فروه حسب الفصول، ويمتلك وجها أسودا وزيلا طويلا يصل طوله إلى 50 سنتيمتر. ويتراوح أحجام مجموعات اللنجور الذهبي ما بين 18 فردا إلى 50 فردا، مع وجود ذكر بالغ واحد في معظم المجموعات. ويتغذى قرد اللنجور الذهبي على الفواكه والأوراق والبذور وكذلك الحشرات. يعرف بمهاراته في القفز والتسلق بين الأشجار، كذلك هو يصدر أصوات متنوعة للتواصل مع أفراد مجموعاته. موطنه الأصلي هو غابات جبال الهيمالايا في الهند وبوتان، ويصنف على أنه مهدد بالانقراض بسبب فقدان الموائل وكذلك الصيد الجائر. هذا الحيوان يعتبر مقدسا جدا في الهند، يعرف بذكائه وقدرته على حل المشكلات، ويطلق عليه في الهند روح الكندا. تختلف ألوان صغار اللنغور حيث تولد بلون ذهبي فاتح يتحول تدريجيا إلى اللون الفضي الرمادي مع تقدم العمر. ويتميز هذا النوع بعينيه السوداوين الكبيرتين ووجهه الأسود. تتغذى هذه القرود على الأوراق والفواكه مع البذور واللحاء وكذلك الحشرات، وتلعب هذه القرود دورا هاما في نشر بذور الأشجار. وتفضل هذه القرود الأشجار الكثيفة التي تتراوح ارتفاعاتها من بين 2000 متر إلى 3500. يعد مصدر جذب سياحي كبير، وتتميز هذه القرود بجمالها الممتع. وتواجه هذه القرود تهديدات بالانقراض بسبب الصيد الجائر، وذلك من أجل لحمه وفرائه، كذلك فقدان الموائل والمنافسة مع الأنواع الأخرى. وتبذل جهود كبيرة للحفاظ على قرود اللنغور الذهبي، منها إنشاء محميات طبيعية وكذلك برامج توعية وبحث علمي. أشكركم لحسن الاستماع. كانت هذه نبذة مختصرة عن قرد اللنغور الذهبي، لكن لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم مني كل جديد. إلى اللقاء.